معنا أبو محمد ولا راح الأخ أبو محمد؟ معنا فهد. طيب تفضل يا أخي فهد من المدينة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أتمنى تقري الشيخ السلام، وثانيا عندي سؤالين مرتبطين ببعضهم. أولا أنا آتي بعد الدوام متأخر وأتغدى وأنام وأقوم وقت صلاة العصر، ولكن أكون متكاسل وأصليها في المسجد نظرا للإرهاق بعد الدوام. والسؤال الثاني، متى تصليها؟ بوقتها صلاة العصر. ولكن في البيت. إيه؟ والسؤال الثاني، ما ضابط إذا سمعت النداء فأجب؟ لأن الآن ممكن أصوات المدن وكذا، ممكن يكون المسجد 300 متر فقط ولا يسمع النداء، وممكن يسمع النداء بمكبرات الأصوات. وأبلغ سلام للشيخ وجزاك الله شكرا خير. لك، بارك الله فيك، يبلغ سلامك. يقول بأنه يأتي بعد الدوام متأخر يا فضيلة الشيخ، ويتغدى وينام ويصلي العصر في البيت في وقتها، ما الحكم في ذلك؟ لا يجوز له أن يتأخر عن صلاة الجماعة لصلاة العصر، بل يبادر ويصلي مع الجماعة ثم ينام. لا شك أن الصلاة أنها ألزم من العمل وألزم من الدنيا وما فيها، فيحافظ على صلاته. فإذا جاء من الدوام، فإن كان الوقت مبكرا تغدى ونام قبل العصر ويقوم لصلاة العصر فلا بأس، أما إذا كان الوقت ضيقا فإنه لا ينام حتى يصلي العصر مع الجماعة. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي العصر، نص عليها وحدها بعدما ذكرها مع الفرائض أما الصلوات تأكيدا لشأنها والاهتمام بها. يجب على كل مسلم أن يهتم بصلاة العصر. وفي الحديث: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الإمام مالك: معنى فوات صلاة العصر أي خروج وقتها، فوات الوقت. فعليه أن يحرص على صلاة العصر مهما كلفه ذلك، وهو يسير بإذن الله إذا اهتم بهذا الأمر. نعم.